محدش قاهرني ومطبقني غير البيح اللي راح ذي، وما شككش في حد غير في ابني طرشاندي، وان شاء الله لو شفته لقطع له ودانه. وكذا كذا عتهرش لي انت، ما كذا كذا ولد الوز عوام. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خذ البيحي، ده الواحد لي 3 شهور ما استحماش، بس ان شاء الله استحمى بس لما اشوف مين اللي خذ البيحاني. اروح اجيب البيحي بتاع عمك الجربان. كذا كذا انت سامعنيش. يلا بيني. وانا اقول مين اللي خد البيحة الكبيرة؟ مسارتك يا ابن طرشان. ها انت اللي خدت بقفيشة. ها تعال رايح فين يا ولد طرشان؟ انت اللي خدت البيحة. مين وقعت وسط الطرش؟ البيحة كانت عشار. منشار مين ده؟ انا هقطع راسك ان شاء الله ورجعت ان شاء الله. اقول لك البيحة كانت عشار. حمار مين يا ده حمار؟ يرفسك انت ولا لقديه جايين تسرق البيحة؟ اقول لك البيحة كانت عشار. مسمار مين ده؟ انا هلوكك في راسك ان شاء الله بالمسمار. اقول لك البيحة كانت عشار. مشوار مين ده؟ احنا هديك المركز عشان بالمشوار دي. انت تسرقونني؟ ده انا ليس 3 شهور ما استحملت شيء. اخيار مين ده؟ انا هعملك سلطه الهدي. ده انا هخليك سلطه برضو بودانك الناقصه دي. اقول لك البيحه ودتوها فيا للبيحه كانت اعشار. جوافه مين ده؟ انا هخلقكم الهدف في خلاف ان شاء الله. يا بودان ناقصه انت وهو. ده انا سالح معيش حاجه. ده انا ليه 3 شهور ما استحمتش، كنت عايز ابيعها عشان خاطر استحمى. حرام عليك وعلى الجو. طيار مين ده؟ انا عملت 10 فولت. ده انا هكهربك الهردي. مين؟ بودانك انك. اقول لك البيحه راحت فين؟ البيحه كانت عشار. مش هبيع لك يا اخي. مش هبيع لك 50 جنيه. مش هبيع لك 50 مين؟ ما قلت لك مش هبيع لك. سيب البيحه. حرام عليك البيحه كانت عشار. البيحه مشوار مين؟ مشوار مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. داني يلا بينا على المركز. يلا بيني. اسمع معناي.